صليت فطرت خدت العيديه بتاعتك دي قصتك انت بقى، ضحكوا عليك في العيديه ما ضحكوش عليك، انا هعايد عليك بطريقتي بشرط قفل لي هنا تاخد عيديه 500 بس، تقفل لي هنا 500 كمان، تقفل اتنين اديك العيديه الكبيره 1000 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه والطالبات طلاب المرحله الثانويه، اهلا بيكم كل عام وانتم جميعا بخير. طالب اولى ثانوي تجمع معايا هنا، طالب ثانيه ثانوي برضه عايزينك معانا هنا، طالب ثالثه ثانوي انت اول واحد تكون معانا هنا. بس رأفتا بأولى ثانوي اللي هم مهمشين، نبدأ أولا بطالب أولى ثانوي. سيب الكحك وسيب البسكوت وسيب أي حاجة معاك دلوقتي، كل سنة وانت طيب يا سيدي، خدت العيدية ما خدتش العيدية، تعالى احنا هنعايد عليك بطريقتنا الخاصة. طالب أولى ثانوي أنت ليك عندنا كارت المنهج. يعني إيه كارت المنهج؟ أبطال أولى ثانوي اللي أول مرة يتعاملوا معانا، سواء كنتم طلاب الأرض أو طلاب المنصة وطلاب الأونلاين. أنت بالنسبة لك مادة فلسفة مادة مركونة بقالها قرنين ثلاثة من الزمن، جاي دلوقتي حضرتك فايق بعد العيد كده، كلت الكحك والبسكوت وجاي فايق، عايز ألم الفلسفة عشان دي مادة فيها نجاح وسقوط. طيب تعالى ببساطة نبسط لك الموضوع، نقول لك إن إحنا كارت المنهج بيشمل لك ثلاث محاضرات، محاضرة أولى، محاضرة ثانية، محاضرة ثالثة. الثلاث محاضرات دول كافيين إن هم يلموا المنهج بالكامل. مواعيدهم بعيد عن كل مواعيد الدروس ان شاء الله، بكلم طلب الارض دلوقتي كل يوم جمعه ان شاء الله ليك عندنا محاضره هتكون بعيده تماما عن مواعيد الدروس للمواد الاساسيه الخاصه بيك. بالنسبه للحجز هتنزل اي سنتر من السناتر اللي احنا موجودين فيها على الارض وهتطلب منهم حجز كارت المنهج. طيب ايه الاوبشن اللي انا هاخده بعد كده؟ السعر هيكون بالنسبه لك مفاجاه، ضيف على كده ان المذكره ان شاء الله تكون مجانيه باذن الله. ده بالنسبه لطالب الارض اللي عايز يلم ماده الفلسفه. نركن دلوقتي طالب الارض، ندخل بعد كده على طالب المنصة. طالب منصة لمحافظة تانية او بيشوفنا على اليوتيوب او بيشوفنا في اي مكان تاني او من خلال المنصة بتاعتنا الاساسية اللي احنا شغالين عليها، نقدر نقول له المنهج بنفس التفاصيل بنفس المحاضرات هتكون متاحة ليك انت كمان. الفرق الوحيد ما بينك وبين طالب الارض ان هو هيستلم المذكرة ورقي، ولكن حضرتك هتاخد المذكرة مننا بي دي اف، وده لعدم تيسر فكرة الشحن في الوقت الحالي لان احنا مركزين مع تالتة اكتر حاجه. ده بالنسبه لطالب اولى ثانوي سواء ارض او اونلاين. كده اعتقد ان الفلسفه ان شاء الله في الضمان باذن الله، وعيد وانت مرتاح البال كده تمام. اولى ثانوي السلام عليكم، بتقول ايه الاسعار وكده؟ اسعار ايه يا بابا؟ خليك انت في كحك الوصول بتاعك، هطمنك بعد ما تخلص كحك الوصول بتاعك الحجز هيكون باقل من سعر الحصص العاديه سواء طالب الارض او طالب الاونلاين. دي مساعده ان شاء الله هنقف معاكم واقفه من الجامد. بالنسبه لطالب الارض هتجري بقى بسرعه من بكره ان شاء الله تنزل لكل السناتر وتحاول تحجز في اقرب سنتر يكون متاح بالنسبه لك. بالنسبه لطالب الاونلاين يكفيك بس رساله واحده على وسائل التواصل الاجتماعي سواء على رقم الواتساب دلوقتي او حتى تعليقات اسفل الفيديو، هتكتب رساله واحده تفاصيل مراجعه اولى ثانوي.